الثامن من أكتوبر لم يكن يوما عاديا في تاريخ الكويت. حديثنا في هذا اليوم أيضا وأهمية هذه الشخصية اللي للأمانة سموه كان في قلبه قريبا إلى قلب كل كويتي وكل بيت كويتي. معنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري، على هذا السياق راح نتكلم. حياك الله ويانا. أهلا وسهلا بكم حبيبي. حياك الله دكتور معنا في هذا اليوم. أنا حابة أعرف البداية شلون أو كيف تنظر إلى ذكرى هذا اليوم، وخصوصا يمكن مثل ما شفنا في التقرير قبل شوي واكب هذه الذكرى، أو لو نسترجع هذا اليوم كان هناك سلاسة في أداء اليمين والتزكية، شلون ممكن نقرأ هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا الحقيقة نستذكر مرور عام على تولي سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وتزكيته من قبل سمو الأمير الوالد الشيخ نواف الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه. ولا شك الحقيقة أن يعني مثل هذا العمل كما ذكرت قبل قليل يعني يبين الحقيقة أن الكويتيين قد جبلوا الحقيقة منذ القدم على تأسيس نظام متكامل لآلية الحكم في الدولة، والدستور الكويتي اللي حدد توارث الإمارة وحدد السلطات ووضح الأدوار المختلفة، واللي جعلنا في الكويت الحقيقة دائما يعني أمورنا منذ أكثر من 300 عام من قيام هذه الدولة إلى الآن دائما نجد الحقيقة هذه السلاسة. وسمو ولي العهد الحقيقة يحظى بتقدير واهتمام الجميع، وتزكيته كانت من سمو الأمير حفظه الله لما يرى فيه إن شاء الله تعالى من القدرة والأمانة كذلك القيام بهذا الدور الفاعل. وشفنا كذلك الحقيقة الكلمة التي ألقاها سموه في مجلس الأمة، وكذلك التصويت بالإجماع وتزكية سموه الحقيقة ومبايعته وليا لعهد دولة الكويت. وهذا الحقيقة يعني بينا فعلا ما لهذا الرجل من اهتمام وكذلك محبة في قلوب الجميع، وتقدير لقدراته وإمكانياته وخبراته الطويلة الحقيقة الشيخ مشعل أحمد لسنوات عديدة وهو يعمل في الدولة وقدم إنجازات كثيرة من كل المواقع التي عمل فيها. واليوم الحقيقة نحن يعني نسعد بوجوده اليوم وليا لعهد دولة الكويت، وأمال كبيرة وطموحات كبيرة وإنجازات الحقيقة خلال العام شهدناها تبين الحقيقة اهتمام سموه وحرصه على كل ما من شأنه رفعة الكويت وتحقيق الحقيقة رفاه المجتمع. ولعل الكلمات اللي قالها في مجلس الأمة تبين الحقيقة هذا القرب وهذا الاهتمام اللي فعلا وضع سمو ولي العهد من خلال هالكلمة أنه ابن الكويت وهو مواطن كويتي، وهو سيسعى الحقيقة أن يقدم كل ما في وسعه لخدمة الكويت والكويتيين، ويعني حفظ هذه البلد وصيانتها ودفعها إن شاء الله تعالى الأمام. وهذا الحقيقة يعني كلمات تبين وتخرج كما نقول من القلب القلب الحقيقة بإيمان سموه أنه فعلا هو سيكون بإذن الله. وهذا يعني ما شهد له عمل خلال عام من حرص ومتابعة وتواجد مستمر في الساحة لمتابعة كل الحيثيات، والتي حرص سموه الحقيقة على مباشرة هذه الأعمال بنفسه ومتابعة كل الملفات، وخصوصا نحن في جائحة كورونا ونعرف الحقيقة الإرهاصات الكثيرة، ولكن سموه دائما كان متواجد في هذه الظروف وفي هذه الجائحة. والكويت الحقيقة تنطلق إلى الأمام وتقوم بدورها داخل دولة الكويت، دورها السياسي وعلاقاتها بدول مجلس التعاون والدول العربية والعالم. في الكويت ما زالت تتحرك ولله الحمد في كل الأصعدة وتقوم بكل الأدوار، وسمو ولي العهد الحقيقة يعني دائما كان يقوم بدور فاعل، الذي إن شاء الله اليوم احنا سنتحدث عن مجالات متعددة في أدوار وهي سمو ولي العهد خلال المرحلة السابقة. دكتور نبي نوضح أكثر، يمكن هناك بعض السمات أو الكثير من السمات الخاصة من شخصية سمو ولي عهد الشيخ مشعل قريبة مثل ما قلت حضرتك قبل شوي وتكلمنا من خلال التقرير، قريبة من كل قلب كويتي. خلينا نتكلم عن بعض السمات اللي تميز هذه الشخصية القيادية. لا شك الحقيقة يمكن لو نظرنا في سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، أولا نجد الحقيقة يعني القرب الاجتماعي والسمات المتعلقة
يعني حبه للكويتيين وحرصه على القيام بهذا الدور، وهذه العلاقة الحميمة طويلة مع أهل الكويت لسنوات طويلة الحقيقة جعلت لسموه مكانة في قلوب الكويتيين، فهو قريب منهم وحريص على التواجد وحريص على الزيارة وحريص على التواصل، وهذه واحدة من السمات الإيجابية والطيبة في سمو ولي العهد، واللي فعلا نحن نلمس فيها الجانب. الجانب الثاني أيضا حرصه واهتمامه كشخصية قيادية في متابعة الأمور بنفسه، وحرصه على استقبال يعني الناس اللي يأتون، وكذلك متابعة الجهات المعنية والوزراء المعنيين بشكل يومي ومستمر. هذا الحقيقة يعني يعطي أنه دائما يريد أن يكون قريب من الأحداث، صح. يتابعها، يتعرف عليها، يحاول يجد الحلول وتذليل كل الصعاب والمساهمة في يعني حل هذه المشكلات خصوصا في مثل هذه الظروف. فهذه أيضا سمة أخرى يعني تضاف إلى سمو ولي العهد. كذلك يعني سمو ولي العهد الحقيقة أيضا حريص على شيء اسمه إنجاز، يعني واحدة من السمات الأساسية وهذه نستذكرها إبان ما كان في الحرس الوطني، كان رئيس نائب لرئيس الحرس الوطني، الحقيقة يعني ركز على سمات أساسية في استراتيجية وضعت في عهد سموه عندما كان في الحرس الوطني تقوم على ثلاث قيم: الولاء والانتماء والإنجاز. وكان دائما سمو يردد هالكلمات وحريص عليها، لأن في النهاية سمو ذكر أن ولائنا للكويت يعني نابع من حبنا لها، ولائنا هذا معناته نحرص على تحمل المسؤولية، وهذا جانب أساسي سمو ولي العهد تميز في أنه حريص على هذه المسؤولية ومتابعة الأمور وتذليل كل المشكلات اللي تواجهنا. كذلك الحقيقة الانتماء للكويت والولاء لهذه الدولة أيضا يخلينا حريصين على نسقنا الاجتماعي وعلاقاتنا الاجتماعية، وسموه دائما يحرص أن الكويتين وحدة واحدة، لحمة واحدة، نسيج واحد، وبالتالي يجب أن فعلا نعي هذه المسؤولية وأن نعمل كلنا الحقيقة كقلب واحد. ولعل يعني شواهد كثيرة وشواهد الغزو وتلاحم الكويت الحقيقة يعني تبين فعلا هذه السمة اللي سمو ولي العهد دائما حريص عليها، لأن بوحدتنا، تحمل المسؤولية، شعورنا الوطني، وأيضا هذا يحتم على الإنجاز، وهذه يمكن نقطة أساسية وركيزة أساسية للكويت، تريد عطاء، تريد عمل، تريد شعور بالمسؤولية، وهذه يعني اتضحت من خلال كلامه ونطقه في الخطاب اللي ذكره، كذلك أيضا في توجيهاته للمعنيين اللي يزورونه والشباب الكويتي ولقاءات المستمرة. دائما يحرص على الحديث عن هذه الكلمات وزرع المسؤولية والولاء والانتماء للكويت. فهذه الحقيقة يمكن سمات كثيرة يعني جعلت من سمو ولي العهد له قدرات كثيرة، احتكاك السياسي لسنوات طويلة، خبرته في هالمجال، يعني حتى سمو ولي العهد قبل فترة زار المملكة العربية السعودية، ويعني قام بأدوار سياسية لتفعيل علاقاتنا مع دول الخليج، متابعة كل ما يمس الشأن الخليجي والملف الخليجي والعلاقات الخليجية. فهذا يدل على أن سموه كان دائما يعني يحاول أن يساهم في كل ما يحقق هذه الرؤية، وهذا الحرص اللي يتميز في سمو العهد الحقيقي يحسسنا فعلا يعني أن سموه يعني فعلا يعني قاعد يعطي ويبذل مجهود، وأيضا يريد أن يزرع هالقيم في أولادنا وشبابنا، وهذا اللي احنا نبي أولادنا وبناتنا وشبابنا الحقيقة تنعكس فيهم الروح. نتمنى دكتور بإذن الله، ويظل هذا التلاحم حول الأسرة دائما سمة من سمات أهل الكويت. أيضا دكتور، من خلال مسيرة سموه حفظه الله، شلون ممكن نستوضح الخطوط العريضة بشكل محدد أكثر مما ذكرنا قبل شوي على مدار عقود في خدمة الكويت؟ يمكن احنا تكلمنا بشكل شامل، صحيح. لو نذكر بعض المواقف أو تفصيل أكثر لدوره. احنا لو رجعنا إلى مسيرة سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، واللي بدأت الحقيقة منذ عام 1960 عندما تخرج من الجامعة العسكرية والكلية العسكرية في بريطانيا، ورجع سموه في تلك الفترة وبدأ عمله في السلك العسكري، ويعني يمكن أكسبه هذا الجانب سلوك الانضباط والعمل الجاد وحرص سموه من خلال كل المواقع اللي هو شغلها في المناصب المختلفة في السلك العسكري لسنوات طويلة على الحرص على الجانب الأمني
والجانب المتعلق بحياة الناس وظروف الناس، لأن طبعا نعرف المؤسسة العسكرية المسؤولة عن الأمن الداخلي، فمن خلال تولي لهذه المناصب المتعددة في السلك العسكري لسنوات، الحقيقة سموه كان دائما موجود وكان يقدم أدوار كثيرة ومساهمات إيجابية فيما يتعلق في البناء العسكري، لأن احنا نعرف الكويت يعني بدأت الستينات بدأت تنبني عندنا المؤسسة العسكرية، فبالتالي سموه كان له دور في بناء السلك العسكري وبناء المؤسسة العسكرية وتطورها على مدى سنوات طويلة. كان هو متواجد فيها، ثم انتقل سموه بعد ذلك إلى الحرس الوطني، وهذا أيضا قالب آخر مهم جدا في الجانب العسكري بخبرته السابقة. وأيضا شفنا الحقيقة التقدم الكبير في مجالات كثيرة في دور الحرس الوطني، فعالية الحرس، مساهماته الكبيرة في حفظ الجوانب الأمنية في البلد، التقدم الحقيقة الكثير من الشباب والانخراط في السلك العسكري وكذلك في الحرس الوطني لحماية الأمن الداخلي. الجهاز هذا تطور بشكل كبير جدا خلال سنوات، شفنا استراتيجية وضعت، أهداف واضحة، شفنا انضباطية وسلوك، شفنا إقبال من الشباب على العمل في هالجانب، وهذا الحقيقة يعني أكسب هذا المجال وهذا الدور للحرس الوطني دور كبير ب يعني وجود سمو ولي العهد لسنوات عديدة على رأس هذا الجهاز. إذن هذه الخبرة التراكمية من العمل العسكري المتواصل، الاحتكاك المباشر في أحداث البلد على مسيرة سنوات، اسقلت الخبرة الكبيرة لدى سمو ولي العهد، وكان دائما هو مشارك ومتواجد في الأحداث وعضيد لي يعني إخوانه وكل ما يمكن أن يقدم الكويت من أدوار متعددة. إذن هذا البناء الطويل لمراحل متعددة في حياة سمو ولي العهد فعلا يعني جعلت الحقيقة موضوع إعجاب واهتمام من الجميع، واليوم إحنا نفخر بوجود الحقيقة على ولاية العهد ودوره إن شاء الله تعالى يعني المتمم للأدوار السابقة، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله. صحيح. وبالنهاية الكويت يعني هي يعني التي تجمع الكل، وبالتالي إحنا اليوم متفائلين إن شاء الله تعالى، وكن روحنا إيجابية في مستقبلنا في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد شيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الأمين الشيخ مشعل أحمد الجابر حفظهم الله ورعاهم. دكتور، احنا قبل شوي تكلمنا عن محطات خاصة بخطوط عريضة لسمو ولي العهد، نبي نتكلم عن هناك منزلة رائعة وعظيمة في قلب سمو ولي العهد لكل بيت كويتي ولكل كويتي، نبي نتكلم عن دلالات عن ما نقوله الآن بخصوص حبه للكويتيين وقربه للشارع الكويتي بتفاصيله دكتور. نعم، لو رجعنا إلى الجانب الاجتماعي والمتعلق بعلاقات سمو ولي العهد الحقيقة، يعني ولي العهد علاقاته طويلة لسنوات كثيرة مع الكويتيين واحتكاك المباشر، وكان سموه حريص على زيارات للدواوين ولقاءات الكويتيين، وبالتالي أيضا كان أيضا هو يستقبل كل من يأتي في مكتبه من الكويتيين، فهذا الترابط والتقارب يعني قديم منذ الزمن، وجب الكويتيين الحقيقة على علاقاتنا الاجتماعية وترابطنا الاجتماعي، والحاكم والمحكوم كلهم دائما يعني تجدهم على قلوب متقاربين، فهذا البعد الاجتماعي عمق علاقات سموه مع الناس وثقة الناس فيه وجعلهم منفتحين عليه، وأي شيء كان يهمهم كان سموه حريص على أنه يقدم كل الدعم والعون لكل من يحتاج له، وبالتالي دائما تجد سموه يقف مع الكويتيين في مواقف كثيرة يعني شملت دور كبير جدا في هذا المجال. يمكن بس في نقطة مهمة واحدة من القواعد الأساسية اللي أرساها يعني سموه ولي العهد لما كان على رأس الحرس الوطني من باب تحقيق العدالة الاجتماعية، قال المتقدمين جميعا هذول كلهم عيالي وعيال الكويت، وبالتالي أنا ما أحب أني أميز واحد عن واحد، وكلهم الحقيقة يحبون بلدهم وجايين بهذا العدد حرص منهم للدخول لخدمة ولدهم بلدهم. فسموه في تلك الفترة قال أنا رح أعمل قرعة وأطلع أنتوا كلكم عندي واحد، لكن أنا بالقرعة بختار العدد اللي أبي عشان يكون في عدالة اجتماعية، ولا تقولون باكر والله هذا حطه هذا طلعه هذا حطه. فالحقيقة يعني هذا الجانب يعني أسعد الناس
وريحهم، لأن بالنهاية اللي بنقبل كلنا مبارك له ونقبل بحظ وحالة حال الآخرين حتى الناس ما يشعرون. فهذه ترى يعني نقطة ترى اجتماعية صح، وترسخ مبدأ ما يسمى العدالة الاجتماعية، إني أنا بالنهاية. وحتى الآن شفنا يعني بدأت حتى المؤسسات العسكرية الأخرى تحذو نفس الحذو في الاختيار وتعطي فرصة للجميع على أساس أيضا الكل يكون راضي، وحتى يعني لأن بالنهاية نعرف كل هؤلاء الشباب جاءوا لخدمة بلدهم، والدولة إن شاء الله سترعى الجميع وتقدم لهم العون. إذن هذه جوانب مهمة في دور سمو الإنساني وعلاقاته مع المجتمع وحرصه على تقديم كل الدعم والعون لأهل الكويت في جوانب كثيرة دائما كان حريص عليها. في أي أحد يحتاج منه شيء دائما تجده يستقبل الناس في ديوانه ويقوم داخل وخارج الكويت. وخارج الكويت، وهذه الحقيقة يعني بعد كبير يعني جعل لعلاقته الحميمية مع أهل الكويت يعني الكل الحقيقة يعني صح. كان سعيد والكل كان يعني شعر الحقيقة بأن يعني سمو ولي العهد إن شاء الله تعالى هو الأهل، وسيكون له دور إن شاء الله تعالى كبير صح. في خدمة هذا البلد تطوره إن شاء الله في السنوات القادمة بإذن الله. دكتور، أيضا سمو ولي العهد كان أي يعني طرف أساسي في رسم صورة الكويت المشرقة إلى العالم الخارجي، يعني إقليمي، سواء احنا تكلمنا يمكن داخليا، لكن نبي نستعرض أكثر عن دورة دوليا، شنو هي أبرز الملامح وهذه الأدوار؟ طبعا سمو ولي العهد الحقيقة حرص من خلال عمله، يعني لو جينا لعمله السابق في متعلق بالسلك العسكري كان سموه دائما يروح يزور المؤتمرات واللقاءات الرسمية المتعلقة بالشؤون العسكرية، فكان يمثل الكويت في هذه اللقاءات وكان يحرص على تقديم دور الكويت في الجانب العسكري، تقدمها كل ما يمكن أن يمكن الكويتيين من التطور. يعني حتى كان سموه وقتها عمل اتفاقيات مع أمريكا مع دول عشان الكويت يروح يأخذون دورات خاصة عسكرية ومتقدمة، فكان يعني دائما عنده زيارات متعددة للحصول على يعني دعم وكذلك أيضا تقديم الحقيقة تطور الكويتيين في المجالات العسكرية. وهذه كانت خلال الفترة اللي هو طبعا قام فيها في دوره العسكري. شفنا أيضا حتى في الحرس الوطني سموه كان دائما العلاقاتنا مع دول الخليج فيما يتعلق بأدوار الحرس الوطني والأدوار الخاصة يعني درع الجزيرة وكذلك أيضا الدفاع الخليجي، أيضا كان سموه دائما متواجد وفي تنسيق مباشر. ولعل زيارة يمكن اللي بدأها سمو ولي العهد، يمكن حتى الظروف احنا ما خدمتنا في كثير من الزيارات بالفترة هذه بسبب كورونا، لكن هو أيضا كان في تنسيق مباشر مع السعودية مع دول الخليج متعلق بالاتفاقيات متعلق بالتعاون المشترك ودور دول مجلس التعاون وتحقيق الحقيقة اللحمة الوطنية. أيضا سموه كان حريص على متابعة ما يتعلق بملف الصلح الخليجي وكذا، وكان سموه استكمال أيضا استكمل للدور الكبير اللي قام فيه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جابر طيب الله ثراه، لأنه فعلا هو يعني استطاع أن يعيد هذه اللحمة، والكويت اليوم تقوم بهذا الدور بناء طبعا على تكليف من سمو الأمير حفظه الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. إذن هذه كلها معطيات تعطينا ترسم لنا يعني علاقات سياسية لسمو الأمير مع دول الخليج مع الدول المحيطة. حرص سموه أيضا عندما يكون ممثل لسمو الأمير في تقديم كل العون الخارجي، يعني شفنا أيضا المساعدات اللي تروح لدول العالم والإغاثة والجانب الإنساني بس. مشاركة الكويت في تركيا في إطفاء الحرائق في أمور كثيرة تمت خلال هذه الفترة دائما نجد سموه كان سباق الزيارات يدعم الأولى. كل هذه الأشياء باعتبار الكويت الحقيقة كمركز إنساني، ويعني الحقيقة سمو الأمير راحل الله يحفظه ويطول بعمره إن شاء الله. وكلام على متم دكتور، يمكن اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن هذا التاريخ اللي راح أو رسخ تحديدا في
عقل وقلب كل كويتي سواء كان طفل ولا ولي أمر تحديدا. اليوم احنا نحتفل مع بعض لتولي سمو ولي عهد بمرور عام من خلال هذه الذكرى. شنو نقدر نقول الانعكاس المهم للقيم في الكويت تحديدا؟ أنا بتكلم بشكل عام، أبنائنا قاعدين يتابعون وأولياء الأمور قاعدين يتابعون هذا الدور المهم في هذه الاحتفالية الخاصة وانعكاسها على العادات والتقاليد والقيم الخاصة وأيضا تعزيز الوحدة الوطنية من خلال هذا اليوم. نعم، أول شيء إحنا بننقل للمجتمع صور من انتقال السلطة عندنا في الكويت. يعني عندنا سلاسة ولله الحمد في انتقال السلطة لسمو الأمير ثم تزكية ولي العهد، وشفنا هالأدوار إن فعلا شوف شلون يعني إحنا في الكويت ولله الحمد الدستور والنظام عندنا سلس جدا. شفنا المبايعة لسمو ولي العهد في مجلس الأمة، شفنا الحقيقة يعني تلاحم الكويتيين، ولذلك كثير من الدول يعني تقول الكويت ما شاء الله عندها سلاسة في انتقال السلطة، ما عندهم أي مشاكل. صحيح. لسنوات طويلة لأن الكويتيين جبلوا على نظام معين، على يعني احترام لهذا الدستور. وأيضا سمو ولي العهد الحقيقة يعني ركز في كلمة على نقطة مهمة، أن إحنا هذا الدستور يجب علينا أن نحترمه وأن نحترم الديمقراطية الكويتية والمشاركة السياسية، وهذا عبارة عن عهد بيننا ككويتيين، وبالتالي نحن سنعمل لتفعيل هذا الدستور. إذن هذا جانب يبين دور الحقيقة العلاقة الخاصة فيه. الجانب الآخر الشعور بالمسؤولية. يعني اليوم إحنا واحدة من القيم الأساسية اللي دائما يركز عليها سمو ولي العهد قضية المسؤولية، قضية الشعور بالانتماء الوطني، القضايا المتعلقة بالولاء للكويت ومسؤولية الكويت، وأن الكويت أمانة في عنقنا جميعا. هذه قيمة مهمة زرعها سمو ولي العهد في كلمته، في عمله، في دوره السابق، علشان يركز على مبادئ الخاصة يعني في الولاء لهذا البلد. كذلك الإنجاز، سمو ولي العهد دائما يقول أنا أهم شيء عندي أن إحنا ننجز ونعمل ونؤدي دورنا بأمانة، لأن بالنهاية أي تأخير ممكن يأخر مصالح الناس، وبالتالي أي عقبات إحنا سنساهم في حلها. إذن حرص سمو على الإنجاز أيضا عطى بعد كبير جدا لدور رائد مهم جدا في الحرص على يعني أداء الأمانة والقيام بدورنا الفاعل. إذن في قيم أخلاقية، قيم يعني نفسية اجتماعية كبيرة من خلال الحديث وكذلك خطاب سمو ولي العهد، والأدوار اللي قاعد يكون فيها أيضا تمثلت بهذه القيم. يعني الناس قاعد ترى هذه القيم. صح. وهذه الحرص وهذه الحقيقة الاهتمام من سمو لمتابعة كل الأمور كلها الحقيقة زرعت عندنا روح طيبة في أبنائنا اللي حنا اليوم ندعوهم الحقيقة الالتزام بها القيم، ولاهم لوطنهم، انتمائهم، شعورهم بالمسؤولية. نعم. حرصهم، كل هالجوانب أعتقد إحنا اليوم محتاجينها ككويتيين. ويعني الحقيقة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه يعني قاعد نشوف إنه يعني عطاءات وإنجازات. نعم، هو خير مثال لزرع هذه الأمور. كل الشكر لك ضيفنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور يوسف المطيري على تواجدك معنا اليوم في هذه المناسبة. شكرا لكم جميعا. ومشاهدينا، شخصية سمو ولي العهد حفظه الله تستحق التقدير بكل ما فيها من مآثر وطنية وعطاءات للكويت وأهلها. نتوقف الحين مع كلمة للإعلامي الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي الأستاذ ماضي الخميس. إنه يوم تجلت فيه قيم الكويت في أسمى معانيها التي تمثل الترابط والمحبة بين القيادة والشعب. وأيضا تتواصل دائما مسيرة الكويت المزدهرة تحت راية قيادتها الحكيمة، ممثلة في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي عهده الأمين وخير سند سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. حديث أكثر تفصيلا حول هذه الذكرى مع ضيفنا، ويسعدنا أن يكون معنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فهد المكراد. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا فيكم. يا مرحبا خبيب. حياك الله دكتور. الله دكتور، في البداية سعيدين باللقاء فيك وأيضا في هذه المناسبة اللي تسعد كل بيت كويتي تحديدا. نبي نتكلم عن هذا اليوم الرائع وهذه الذكرى الغالية على قلوب الكويتيين. لا شك يعني هذه ذكرى غالية، لكن بداية أود أن أتقدم لسمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح
بالتهنئة بالتوفيق له وللشعب الكويتي، وتعود هذه الذكرى قادمة إن شاء الله بسنوات وسنوات، والكويت تزدهر تقدما ونجاحا إلى الأفضل دائما. لا شك أنه مسيرة سموه ولي العهد حفظه الله مسيرة يعني متكاملة، حيث أنها بدأت منذ أن كان في الأمن وكان في وزارة الداخلية وكان لديه الخبرة الأمنية والاستراتيجية في مجال الأمن المؤسسي، نعم. وأيضا زمالته وكان مع شيوخ الكويت أمراء الكويت السابقين رحمهم الله، وكان يعني منهل للخبرة من أشقائه. لذلك هو مشعل الحزم والعزم أمانة، وله من الخبرة التراكمية الحقيقة اللي ذكرها زميلي الدكتور يوسف المطيري قبلي. لا شك أن هذه الخبرة التراكمية لسمو ولي العهد أكسبته هذه المهنية العالية، واختيار سمو الأمير حفظه الله الشيخ نواف أحمد الجابر الصباح لسموه بأن يكون وليا للعهد، وهو جديرا به. نعم أكيد. وأيضا دكتور، سمو ولي العهد عاصر أحداث كثيرة في تاريخ الكويت، شلون تشوف أثر ذلك على شخصية سموه؟ يعني كما قلت الشيخ مشعل حفظه الله يمتلك مقومات إنسانية ومقومات الحزم أيضا، نعم. كلنا نعرف كشعب كويتي يعني التفافة مع الشعب الكويتي، زياراته الميدانية للديوانيات لأهل الكويت، وعلاقة الحاكم أساسا مع المحكومين مع الشعب الكويتي يعني علاقة إنسانية، علاقة أبوية، علاقة يعني ترابط اجتماعي في الأفراح وفي الأحزان. لذلك نجد سموه يعني يتحسس أمانة، لديه الاستشعار بهموم الوطن وهموم المواطنين. لذلك يعني الكويت أمينة في وجود سموه وسمو الأمير حفظه الله. لذلك أنا أعتقد أن مسيرة الخير سوف تستمر كما كانت، ونحن متفائلين أيضا بالحوار الوطني الذي أعلن عنه ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. نتمنى إن شاء الله أن يكون بوابة للترابط الاجتماعي بين الشعب الكويتي والقيادة، وبالتالي يكون الحوار مفتوح وذو شفافية وذو صدق وأمانة ما بين السلطتين، حتى يعود المجلس الذي سوف ينعقد الأسبوع القادم أن يكون معززا بالتعاون وبروح المحبة والإخاء بإذن الله. صحيح، هذه الطريقة دكتور هي الطرق نشهدها الآن. صحيح. كحكومة وشعب هي طرق المعاصرة. صحيح. لفتح باب النقاش وأيضا القرب الأكثر من. صحيح. هموم الشعب ومشاكل الشعب بشكل عام. صحيح. وهذا أهم شيء، أنه التلمس الحاكم لقضايا الشعب وقضايا وطنه هو حمل كبير جدا وهم كبير جدا. صحيح. وهو أهلا لها سمو ولي العهد. طبعا. سمو الشيخ مشعل، لا شك أنه راح تكون الكويت يعني من تقدم إلى تقدم وكبير إن شاء الله. نعم. بمرور السنوات. نعم. سمو ولي العهد في مسيرته عاصر أحداث الكويت بتاريخها، شلون دكتور نقدر نتكلم عن أثر هذا الشيء لشخصيته القيادية؟ كما قلت يعني صقلت شخصية سمو الشيخ مشعل حفظه الله يعني كثير من القضايا، مرورا بالحرب الإيرانية العراقية وتعرض المرحوم سمو الشيخ جابر الأحمد لحادث يعني تفجير موكب سموه، كان نعم. وكان الشيخ مشعل يعني في الدائرة الأمنية التي يعني محاطة بالمؤسسات الكويتية. لذلك أنا أعتقد أنه يعني كل هذه المراحل منذ حتى عهد قبله الشيخ عبد الله السالم الصباح يعني كان في مدرسة الصباح التي هي أساسا أسرة حاكمة منذ القرن السابع عشر، وبالتالي تراكم هذه الخبرات عادة في الأسر الملكية. نعم. يعني ليس فقط في الكويت، يعني حتى في المملكة العربية السعودية وفي الدول ذات الطابع الملكي دائما أفرادها يمتلكون كم هائل من الخبرات التراكمية أبا عن جد عن جد، إلى أن أتى اليوم الذي يتولون فيه مقاليد الأمور، فهي تحصيل حاصل. هذه الخبرة تبعتهم منذ الأجداد ومنذ تأسيس الدولة. لذلك يعني دائما الدول الملكية يعني تعيش في استقرار، بينما الجمهوريات تعيش دائما في فوضى وفي تقلب الأنظمة دائما، ولكن في الأنظمة الملكية والأميرية دائما ما يكون هناك ثبات
لقربهم من الشعوب، وبالتالي الخبرة في البيت الملكي أو في البيت الأميري كما يقول العالم والمفكر روسو، أن دائما الملكيات حتى قبل أن يحدث الانقلاب في الثورة الفرنسية كان النظام الملكي الفرنسي يتملك من الخبرات ما لم تتملكه الجمهورية الفرنسية. لذلك دائما الملكيات والأنظمة الأميرية تمتلك انتقال سلس نعم. للحكم، ويتم اختيار الأفضل بين البيت الحاكم. نعم. يعني ليس الاختيار هو فقط اختيار عشوائي أو وفق السن لهذا الحاكم المقبل، وإنما وفق الخبرات صح. الأهلية، وأيضا مبايعة الشعب الكويتي من خلال مجلس الأمة الكويتي. نعم. طبعا دكتور، أنت أيضا قبل شوي تكلمت عن تحسس سمو ولي العهد لنبض الشارع وهموم المواطن الكويتي، ما هي أبرز الدلالات على هذا الأمر؟ طبعا هو الزيارات الميدانية. سموه بالرغم أن كان شخصية أمنية وسياسية في نفس الوقت، يجمع ما بين الشق الأمني والشق السياسي، أضف إلى ذلك أنه الزيارات الميدانية ومعرفته بوجهاء الكويت وأهل الكويت باديتهم وحاضرتهم، تملك هذا الشيء سمو الشيخ مشعل الحنكة والحكمة في أن يترجم هذه في أنظمة الحكم التي يمارسها. ومرور عام طبعا يعني يحسسنا أنه بدء الحوار الوطني هو حصيلة يعني الثقافة السياسية والحكمة السياسية، بأن يكون هناك حوار وطني من أجل أن لا يكون هناك مشاكل أو فراغ ما بين الشعب والحكومة. الله يبعد عنا هذه شغلة. دكتور، نستذكر مع بعض ويا السادة المشاهدين صورة من خلال تواجد وتقارب سمو ولي العهد الشيخ مشعل من الراحل الشيخ صباح الأحمد، كان مرافق له، وإحنا كمتابعين وكأبناء لهذا الوطن نشوف هذه الصورة دائما تكون موجودة آنذاك. نبي نتكلم حاليا عن هذا التقارب، معطيات هذا التقارب في الوقت الحالي. نعم، المعطيات هي الخبرة الأساسية التي تنعكس على القرارات السياسية، القرارات السيادية. عندما تنطلق قرارات سيادية من قبل الحكومة، لا شك أن توجيهات القيادة ممثلة بسمو الأمير وسمو العهد إلى رئاسة الوزراء لا شك أنها تنعكس على الوزراء واتخاذ قراراتهم الوزارية، هي ترجمة لخبرات ودراية القيادة السياسية بمجرى الأمور، وبالتالي أن تعطي التوجيهات والأوامر بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، لا شك في ذلك. نعم، وأيضا يمكن ذكرت أنت قبل قليل دكتور أن سمو ولي العهد يتسم بالحكمة والحنكة في التعامل مع الأحداث طبقا للخبرة السابقة اللي استعرضناها قبل شوي، كيف ترى ذلك له أثر على المستقبل في الكويت؟ والله شوفي، الاهتمام بالشباب، أنا يعني لاحظت عند سمو ولي العهد حفظه الله أنه اهتمامه بشباب المستقبل. نعم. أجيال واعدة، ترى الجيل الكويتي يجب أن نراهن عليه. الجيل الكويتي يعني إبان القزو القاشم العراقي الكويت، كان الشعب الكويتي يعني يد واحدة صحيح. وبالتالي الحكمة وحنكة النظام السياسي في الكويت سابقا ولاحقا عكست أنه الولاء والانتماء من قبل الشعب الكويتي، لأنه المواطن الكويتي مواطن متعلم مثقف يشتغل بكل المهن، يعني دائما نرى يعني الكويتي في كل الميادين، في الغزو كان مثال، وفي في المبادرات التجارية يعني المشاريع المتوسطة القطاع الخاص، دائما نشوف مبادرات شبابية تدعم من قبل النظام السياسي في الكويت. لذلك يعني حتى يعني الشباب الآن متحمس لكثير من الأدوار الاقتصادية صح. وبالتالي التجارية، سواء الشباب أو الفتيات، يعني شفنا يعني ما شاء الله نشاط تجاري
بالرغم من وجود جائحة كورونا، إلا أن الشباب مقبل على كثير من المشاريع التي لا مجال هنا للتحدث عنها من قبل يعني هؤلاء الشباب الذين أنجزوا الكثير من الأعمال الاقتصادية والتجارية. نعم دكتور فهد المكراد، يعطيك الصحة والعافية، كل الشكر لك على تواجدك اليوم من خلال هذه الحلقة الخاصة، وأيضا الحديث عن هذه الشخصية القيادية، عسى الله يطول بعمره، سمو العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. حياكم الله، بريك صغير مشاهدينا الكرام، وراضي معكم.